حياكم الله، أخوكم أبو طلال يوسف الجراح، وفي برنامج نخوة. برنامج نخوة اللي فعلاً يعني زي أي ممثل لما يجي له سيناريو ويقرأ بيستفز الدور. برنامج نخوة كده خلال من داخلي أحب أشارك فيه، لأنه بيطلع أجمل 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 ما موجود في الناس المحيطة، وخصوصاً لما يكون في مواقف إنسانية. احنا السيناريو اللي اتفقنا عليه، قلت ايش رايكم نعمل المصور